السلام عليكم ورحمة الله، الله يصبحكم بالخير مشاهدينا الكرام، وأهلا وسهلا فيكم معنا من جديد في وسط البلد، في عودة إذن لوسط البلد بعد غياب خلال المنخفض الماضي الحقيقة. ويعني يمكن كنا معكم في تغطيات مباشرة ومتواصلة عبر قناة اليرموك خلال العاصفة الثلجية الأخيرة، و كنا يعني الحمد لله رب العالمين بقلب الحدث، ونحاول أن نكون قريبون منكم من خلال استقبال اتصالاتكم الهاتفية، وكان هناك رقم طوارئ مخصص كما هو معروف على مدار 24 ساعة، حاولنا تذليل العقبات التي من الممكن أن تواجه مشاهدي قناة اليرموك في مختلف المحافظات، والتواصل مباشرة مع الجهات المسؤولة والمعنية. واليوم نعود من جديد يعني إلى برامجنا، وامبارح يمكن كنا بحلقة قصيرة لم نتمكن من استكمالها، واليوم نعود معكم في وسط البلد على أمل يعني في ظل يعني الصقيع اليوم والبرد الشديد. لا شك أنه كان في تأخيرات، إن شاء الله رح نبدأ من بكرة العودة كالمعتاد الساعة 10:00 صباحا، والحقيقة رح نكون معكم باليوم من خلال حلقة كالمعتاد من وسط البلد باستعراض الصحف المحلية، المواقع الإخبارية الإلكترونية، مواقع التواصل الاجتماعي، كل ما يدور من أخبار ومن تطورات في بلدنا وفي إقليمنا. اليوم راح نكون بتحليل لأبرز يعني القضايا الحقيقة، العاصفة هدى وتبعاتها وكيفية تعامل الأجهزة الرسمية معها، ما بين مؤيد وراض عن كل ما قدم وبين معترض ويعني من يشعر بأن كان هنالك بعض التقصير من الجهات المسؤولة. الحقيقة بشكل عام هذا الانقسام، لكن هنالك ترجيح ربما إلى أننا أفضل، يعني كنا بهذه العاصفة بتعاملنا أفضل من التعامل مع العاصفة إليكسا في العام الماضي، وهنالك تطور ملحوظ في عمل الأجهزة اللي بنحكي لهم كلهم جميعهم الله يعطيهم ألف عافية على كل ما قاموا به وعلى كل ما أدوه. لكن بصراحة يعني من انقطعت عنه الكهرباء بست ساعات، والبعض انقطعت عنه 48 ساعة خلال يعني 3 أيام، ويعني غيرها من المشاكل اللي عانى منها. يمكن إذا سمع كلامي أنه إحنا نشكر كل الأجهزة ونحكي كل أمور تمام كانت 100%، يمكن يحكي لا، أنا بالنسبة لي مش 100%، وأنا عانيت معاناة شديدة في هذه العاصفة أكثر من غيري. البعض انقطعت عنه الكهرباء، البعض يعني مشت أموره تمام، تبين أنه كان التخزين وخاصة فيما يتعلق بالمواد الغذائية والخبز كان يعني مطلب ضروري، لأنه تم يعني شبه حظر تجوال وخروج من المنازل بسبب التساقط الثلوج في البداية وعدم تراكم يعني المركبات في الشوارع، الرغبة بذلك لإتاحة الفرصة والمجال للجهات المعنية بفتح الطرقات. ثم بعد هيك الجليد والانجمادات اللي صارت من الصقيع أيضا أدت إلى أنه يعني صعوبة التنقل خارج المنازل. على كل حال أتوقع أنه إحنا نستفيد من تجاربنا ونستفيد من الخبرات المتراكمة، وكان هناك يعني شيء ظاهر خلال هذا المنخفض، بالإضافة إلى ما قامت به أجهزة الدفاع المدني والأمن العام وحتى القوات المسلحة اللي شاركت في بعض المناطق لتسهيل حياة الناس، بالإضافة إلى عمل أمانة عمان الكبرى والبلديات في مختلف المحافظات. حتى شركة الكهرباء أيضا أدت دور كبير جدا، وموظفيها يعني اللي كانوا على العمدان وكانوا في هذا البرد القارس في الميدان بنحكي لهم الله برضو الله يعطيهم العافية، لكن أيضا بالإضافة إلى كل هؤلاء اللي هم بالنهاية هذه وظيفتهم وهم قاموا بتأديتها بضمير ويعني بتفاني الحقيقة في معظمهم. أيضا كان هنالك فرق المتطوعين وهذه الظاهرة الجميلة جدا اللي انتشرت في مختلف المحافظات، اللي عندهم سيارات 4x4، اللي عندهم بيكامات، اللي عندهم يعني لجان تطوعية في الأحياء كانوا يساعدوا الناس يأمنوا لهم احتياجاتهم الضرورية والأساسية، وهم يعني كان من الممكن أن يكونوا في بيوتهم قاعدين مبسوطين على الدفا مع جلسات العائلية ماكلين شاربين، لكنهم آثروا أنهم يتركوا كل هذه الأمور وتواجدوا بالميدان لمساعدة الناس، ولذلك الحقيقة هم يستحقوا كل التحايا. في أخبار وأنباء الحقيقة عن منخفض نهاية هذا الأسبوع، الله أعلم، منخفض قطبي وتساقط جديد للثلوج، والمنخفضات ستكون تلو المنخفضات خلال هذا الشهر، شهر واحد حسب ما يتم رصده. رح ناخذ تفاصيل أكثر خلال سياق حلقتنا عن حقيقة هذا المنخفض وكيف رح يكون وشو رح تكون تأثيره، لكن يعني من الواضح أنه اليوم برد قارس، برد غير عادي يعني الحقيقة، حتى الأيام الماضية مبارح كمان برد غير عادي، ودرجة الحرارة يعني الصبح بالليل مش كثير بتفرق، يعني اليوم الصبح
البرد مش معقول كان، وكل اللي خرجوا يمكن وراحوا، اللي راح على دواماته او اللي قضى اي حاجه خارج المنزل، برد مش معقول الحقيقه. والصقيع يعني ايضا كان موجود اليوم وزي ما كان موجود امبارح، وتاثيرات هذا الصقيع يعني كان على الطرقات والانزلاقات اللي بتصير بالشوارع والحوادث، وايضا فيما يتعلق بالمزروعات وحتى تاثيرها على السيارات وعلى يعني الماتور السيارة والمي اللي بتتجمد فيه، وكمان المياه اللي بتتجمد في مواسير المياه اللي للمنازل، بعضها يعني ينفجر من شدة الانجماد، ويعني الحقيقة العديد من الآثار اللي نتجت عن هذا الصقيع. ويعني تعامل أيضا الناس بشكل عام مع هذه الظواهر، كان في التزام نوعا ما بعدم الخروج، وكان في تعليمات وإرشادات عبر وسائل الإعلام من قبل الدفاع المدني متكررة والأمن العام وحتى إدارة السير، وكان في عقوبات حتى رادعة بسحب الرخص بعد ساعات معينة اللي بتواجد بالشارع بدون أي داعي. ولكن وجدنا أنه الشعب نوعا ما يعني مختلف الجهات كان في استجابة منه، وكان في يعني تعامل واعي مع هذا المنخفض، يعني مع انه ظهرت عندنا مشكله الاستهلاك، انه احنا شعب استهلاكي يعني عايشين عشان نشتري. الواحد لو نسال كل واحد اردني وكل واحد حتى عربي شو احلامك يعني بالحياه، احلامك الحياتيه، مستحيل الا يذكر شغلات تنشر، يعني هي كلها بتنشر، بدي بيت، بدي سياره واكل وسفر، يعني كل هاي امور يعني عباره عن امور ماديه بتم شرائها، وهذه يعني مشكله ازليه يمكن في دول العالم الثالث. اليوم راح نحكي برضو الخبر الرئيسي يمكن كان يتصدر الصحف، مسيرة باريس ما بين مؤيد ومعارض لهذه المسيرة وللمشاركة في هذه المسيرة. المؤيدين طبعا يقولوا أنه هذه رسالة، خاصة المشاركة العربية من قيادات العرب واللي شاركت فيها أيضا يعني الملك والملكة رانيا شاركوا بهذه المسيرة كما هو معروف. يقولوا وهنالك رأي قوي يقول بأنه هذه المشاركة عبارة عن وقفة جادة لتبيان أن هنالك موقف عربي وإسلامي رافض للإرهاب. البعض الآخر اعترض على هذه المشاركة بحجة أنه كان على رأس المشاركين وبالصف الأول أكبر مجرم في هذا العصر نتنياهو، الذي يعني قتل الآلاف من الشعب الفلسطيني وآخرهم 2000 يعني إنسان في قطاع غزة، ثم يشارك بمسيرة ضد الإرهاب، أمر مستفز. بالإضافة لأنه أيضا هذه المسيرة تم رفع فيها يافطات مسيئة للنبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك انسحب وزير الخارجية المغربي من هذه التظاهرة. حتى مشاركة يعني الرئيس الفلسطيني محمود عباس شارك بهذه المسيرة تنديدا بالإرهاب لمقتل 10 أو 12 أو 14 من الفرنسيين، وهذه عملية مرفوضة طبعا. ما أتوقع أنه في خلاف على رفض مثل هذه العمليات الإرهابية التي تسيء للإسلام أكثر مما تنفعه. ولكن محمود عباس أين كان من 2000 يعني إنسان في قطاع غزة قبل يعني أيام معدودة فقط، لم يشارك بأي مسيرة في قطاع غزة ليتضامن مع أبناء شعبه وثم يتضامن مع هؤلاء الفرنسيين 15. جميل أنه يتضامن مع كل العالم، ولكن قبل ما نتضامن مع العالم نتضامن مع أنفسنا، يعني هذا هو الوضع الطبيعي والبديهي. ويعني هذه وجهات النظر فيما يتعلق بهذا الموضوع. اليوم الحياة عادت يعني إلى البلاد، خاصة بعد فترة يعني حظر تجوال أو مبيت إجباري يعني للأردنيين في منازلهم. اليوم الدوام كان الساعة 10، بارع على 11، اليوم الدوام 10، وحتى النواب عادوا لجلساتهم اليوم، ورح يكون في مناقشة لبعض القوانين خاصة فيما يتعلق بموضوع رفع الكهرباء، على أساس أنه تم إحالته إلى لجان المجلس للبحث عن بدائل، لكن المجلس يعني ينشغل بهذا الموضوع ويعني يحيل موضوع رفع أسعار الكهرباء إلى لجانه الداخلية، ولكن الحكومة مش سائلة ببساطة، مش سائلة لا بالنواب ولا حتى بالشعب، وماشية بهذا الموضوع، ورفعت الكهرباء طبقت رسميا. ولكن يعني النواب يعني بيعملوا هيك جانب كوميدي، جانب ترفيهي، بانه عم بتناقشوا وبتباحثوا وبيسلوا حالهم يعني، وبيعملوا اخبار تنتشر في الجرائد وفي المواقع الالكترونية، والله انه النواب حكوا هيك ورفضوا رفع الاسعار ورفعوا يافطات في داخل الجلسة وهددوا بطرح الثقة وهددوا بمقاطعة الجلسات، عبارة عن اخبار بتسلى فيها الشعب. والنواب فكروا انه يعني هذه الامور تنطلي على الشعب الاردني الذي اصبح واعيا لكل هذه الامور، وواعيا لانه المجلس النواب هو حكومي اكثر من الحكومه
نفسها. رح يكون اليوم مع مجموعة من الفيديوهات أيضا من هنا وهناك كالمعتاد، وسننطلق بكل هذه الفقرات التي سنعود لها إذن من جديد بعد العاصفة هدى بعد قليل، فتفضلوا مشاهدينا الكرام بالبقاء معنا. صباح الخير مشاهدينا الكرام وأهلا بكم معنا من جديد، ونعود إذن في وسط البلد بعد هدى وهذه العاصفة وتبعاتها التي أجبرتنا على أن نتعاطى مع المشهد بتغطيات مباشرة ومتواصلة مع توقف لبرامج قناة اليرموك خلال هذه الفترة، لكي نعود من جديد الآن كالمعتاد ووسط البلد بإطلالة صباحية يرموكية مباشرة على المشاهدين الكرام واستعراض الصحف المحلية بشكل رئيسي. وخلينا نبدأ باستعراض صحيفة الغد كالبداية وكالمعتاد. الخبر الرئيسي كان اليوم في الغد تصريحات للملك، خلاله هو استقبال وزيرة الدفاع الألمانية، ويقول بأننا شاركنا في باريس لأننا ضد الإرهاب ببساطة، ويقول بأنه يعني الملك بأنه هذه المشاركة في المسيرة التضامنية في باريس أول من أمس شكلت أهمية بالغة لأننا في حرب واحدة ضد الإرهاب والتطرف، وقد وقفنا إلى جانب أصدقائنا الفرنسيين في موقف واضح مناهض للعنف والتطرف. وهذا الكلام جميل الحقيقة، وأنا بدي يعني أذكر لكم يعني من تصريحات الملك يقول بأنه أعتقد بأنه ذهابنا إلى باريس ووقوفنا جميعا معا كان في غاية الأهمية، الأمر الذي لا يقتصر فقط على ما رأيناه في فرنسا، فيجب أن نتذكر عن مقتل أكثر من 140 طفل في باكستان بعمل إرهابي. ويمكن حكينا عن هذا الخبر في حينه، وفعلا هو عمل إرهابي مجرم من أغبى ما يكون، يعني مش عارف كيف تهيأ لهؤلاء يعني بأنه ينتقموا من الحكومة الباكستانية عن طريق قتل أطفال في المدارس عشان ينتقموا لعملية قام بها الجيش الباكستاني يعني مش عارف هذا الفصيل من يعني الفصائل الإرهابية. وأكثر من 2000 بريء في نيجيريا من جماعة بوكو حرام أيضا يلي قاموا بذلك، وألاف المسلمين الذين يقتلون في العراق وسوريا كل يوم. هذا الأمر يجمعنا ويوحدنا جميعا. يقول طبعا واضح بأنه القصد عن الذين يقتلون في العراق وسوريا يقتلوا من داعش وليس الذين يقتلوا من الأسد أو المالكي أو إيران يعني بشكل عام. الحقيقة هذا الكلام يعني جميل جدا، وهو يعني يمثل وجهة النظر التي تبرر المشاركة في هذه المسيرة، ولكن فقط لو ذكرت كلمة واحدة كان هذا الكلام يعني نبصم عليه يعني بالعشرة الحقيقة. بس لو ذكرت كلمة واحدة حتى ثلاثة أحرف فقط، لو ذكرت كلمة غزة كان الأمور 100%. الألفين أيضا الذين قتلوا في غزة قتلوا بعمل إرهابي، يعني كنا نتمنى وجود هذه الكلمة ونتمنى هذه الإشارة من أن ما تقوم به إسرائيل أيضا هو عمل إرهابي. صحيح هناك جماعات تدعي انتمائها للإسلام، هي جماعات إرهابية متطرفة تقتل بشكل همجي يسيء للإسلام ولا يخدمه بأي شكل من الأشكال، لكن ما تقوم به إسرائيل هو عبارة عن يعني أس مليون مما تقوم به هذه الجماعات فيما يتعلق بإرهابها وفيما يتعلق بما قامت به من قتل للشعب الفلسطيني وكذلك للشعب الأردني وللمصري والجيش الأردني وللمصري الجيش المصري والشعب المصري والعراقي وغيره من الدول العربية. هذا هو العدو للأمة العربية، العدو التاريخي والعدو الحاضر، حتى ولو كان هنالك اتفاقيات سلام بين الأردن ومصر مع هذا الكيان، ولكن هذا الاتفاقية السلام كدليل على أنها على أنه عدو، ولكن نحن الآن في حالة سلم مع هذا العدو، وإلا لماذا لا نعقد اتفاقيات سلام مع أي دولة أخرى في العالم، فقط مع دولة واحدة أو مع هذا الكيان كدليل على أنه عدو. يعني هذا تأكيد وليس كلام بأنه هم أصدقائنا، يعني بعض يعني قد يعتقد ذلك وقد يزاود حتى ويقول بأنه يصل إلى هذه المرحلة لكي يبين أنه وطني في بعض المقاييس الوطنية التي تقاس هكذا. كل ما اقتربت من إسرائيل أو كل ما يعني دافعت عن قرار رسمي شو ما كان فهذه دليل على وطنيتك وعلى إخلاصك، وهذا الكلام مش دقيق، وإنما الدقة والصحة بأن الانتماء الحقيقي يكون بالكلام الحر
والكلام ولتشخيص الواقع بما فيه مصلحة البلاد ومصلحة الشعب الأردني ومصلحة الأمة العربية والإسلامية، لأنه كله هو عبارة عن كل متكامل، وإسرائيل هي العدو، وإسرائيل كل مصايب الدنيا يعني وراها إسرائيل، وغير مستبعد أبدا أنه العملية اللي صارت في فرنسا يكون وراها إسرائيل لكسب التعاطف الأوروبي ضد الإسلام، خاصة وأنه كان في تحول بعد حرب غزة الأخيرة على وجه التحديد من أن إسرائيل هي إرهابية وأن إسرائيل تقوم بقتل الأطفال وهدم المدارس والمستشفيات وغيره، فأرادت تحويل أو إعادة يعني الكرة إلى الملعب الإسلامي والقول بأن الإسلاميين هم المتطرفون وليس إسرائيل، وقد تكون نجحت في ذلك إذا قامت فعلا بالإشراف على هذه العملية في صحيفة شارلي هاي. على كل حال الكلام وراءه كلام والكلام يطول. وأيضا خبر آخر يعني في الغد عن نفس الموضوع، مشاركة الأردن بمسيرة باريس رفضا للإرهاب ودفاعا عن الإسلام، ويعني حسب آراء مستطلعة من مسؤولين حكوميين وسياسيين وخبراء استطلعت آراءهم الغد أكدوا ذلك بشكل عام. لكن يعني برضو هذه المسيرة اللي بالصف الأول فيها نتنياهو هذه مشكلة، يعني مشكلة كبيرة، يعني هذه مسيرة باريس وهذه صورة يعني لمسيرة باريس، مئات الآلاف يشاركون بهذه المسيرة التضامنية أول من أمس، لكن بهذول المئات الآلاف كان في أفطاط رفعت وهي مسيئة لسيد الثقلين، لأفضل المخلوقات في على وجه الكرة الأرضية بتاريخها سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، يسيء له. طب هذه مسيرة ضد الإرهاب، يعني إحنا ضد الإساءة لكل الأديان، فما بالنا يكون الإساءة هو لسيد المرسلين، يعني برضو صعب أن ندافع عن هذه المسيرة بكل ما أتت به. نحن ضد الإرهاب وضد العملية اللي صارت وضد أي عملية أخرى يقتل بها أي شخص بدون ذنب بهذا الشكل، يعني أكيد، ولكن كيف بدنا ندافع ونظهر بأنه الرأي العام يعني هنا مشاركة الأردن رفضا للإرهاب ودفاع عن الإسلام تمام، ودفاع هنا بالخبر الرئيسي، يعني خبرين على الصفحة الأولى وعلى الصفحة الأخيرة أيضا بالغد مقالتين، يعني لجمان غنيمات هل كان للملك أن يغيب، مقال أولى، ومقال أخرى لفهد الخيطان أيضا الملك في المكان الصحيح، وحتى رسم الكاريكاتير يعني يتحدث عن هذه الجريمة. استنفار في الغد، وهو عبارة يعني تعبير عن استنفار العالم أيضا على هذه العملية اللي صارت بفرنسا. وما بعرف يعني هل هؤلاء الـ15 أهم؟ لا، هاي مقالة محمد أبو رمان، لا، المقال فهد الخيطان، مقالة أبو رمان كانت عن السيستم يعمل، يعني عن عمل أجهزة الدولة في الثلج، وهنا الملك في المكان الصحيح لفهد الخيطان، يعني مقالتين وكركتير وخبرين على الصفحة الأولى، وهو عبارة عن كل وسائل الإعلام العالمية، يعني الفضائيات والصحف، كان الخبر الرئيسي يعني يتصدر بدون أي منازع هو موضوع هذه العملية. صحيح هي أرواح، هم بني آدمين، هم بشر بالنهاية، سواء كانوا 10 ولا 15، ولكن أيضا 2000 فقط، بدي أحكي عن حادثة واحدة، والتاريخ العربي والإسلامي الحديث بدناش نحكي القديم، فيه مئات الأحوادث عن جرائم ارتكبت، لكن حادثة واحدة بس الآخر حادث يعني في غزة 2000 إنسان، ولا حد حكى عنها من هذول، يعني الآن يزاودوا ويتحدثوا عن حقوق الإنسان. طب وين حقوق الشعب الفلسطيني؟ ومحمود عباس اللي أصر على أنه يكون في الصف الأول، وراح نشوف يعني بعض الصور له، وين كان يعني عن غزة؟ ليش ما يزور غزة؟ طيب مش غزة أقرب من باريس يفترض؟ لذلك هو يعني في يعني الرأي مش واحد يعني، ومش موحد من هذه القضية، في آراء، ولكن في اتفاقات، يعني اتفاق أول على أنه هذه العملية اللي صارت في فرنسا عملية إرهابية، هاي ما بنختلف عليها، وكل ما ذكر أيضا العمليات في باكستان ونيجيريا وغيره أيضا ما في شك فيه، وداعش وما تقوم فيه بسوريا والعراق ما في شك فيه، هذه يعني ما حدا يحكي عنها أو أنه ممكن حدا يبررها أبدا، ولكن كيف هي ردة الفعل؟ هنا الحديث وهنا النقاش، وهو قابل يعني يعني ما أتوقع أنه هي عبارة عن 100% صح أو 100% غلط، فيها وجهات نظر، ولكن أعتقد أنه يعني خاصة مشاركة نتنياهو نزعت يعني كل شيء، صعب حدا يدافع عنه، يعني مين يدافع عن المسيرة اللي فيها نتنياهو فيها يافطات مسيئة للرسول عليه الصلاة والسلام. نطلع من هذا الموضوع اللي هو
موضوع مثير للجدل، ولكن أحببت أنه أوضح بأن الرأي مش واحد زي ما تظهر صحيفة الغد أو كيف حسب ما يظهر الإعلام العالمي كله بأن وجهة النظر واحدة. رضا عام عن تعامل الأجهزة الرسمية مع تداعيات العاصفة. أيضا هذا الخبر يعني تم اختيار ما بعرف إذا هذا الوصف رضا عام، يعني أنا أتوقع أنه في رضا عن ما قامت به أجهزة الدولة لو يعني العاصفة الثلجية الأخيرة. طبعا أيضا هنا في وجهات نظر، يعني دائما الخبر ما بياخذ وجهة نظر واحدة، لأنه زي ما حكيت الآن واحد انقطعت عنه الكهرباء 6 ساعات مثلا، صحيح بيحكي لنا والله أنا راضي عن ما قدم يعني خلال العاصفة الثلجية، وأيضا يعني لكن بشكل عام الأجهزة قدمت جهود كبيرة من دفاع مدني ومن أمن عام ومن أماني وبلديات وغيره، وكان في محاولات لتسهيل الحياة على الناس خلال هذه العاصفة الثلجية التي يقال والله أعلم بأنه هنالك يعني عواصف أخرى ثلجية مقبلة علينا، وخاصة نهاية الأسبوع. عشان نتأكد أكثر ونعرف عن تفاصيل أكثر ينضم إلينا رئيس قسم التنبؤات الجوية في دائرة الأرصاد الجوية المهندس رائد رافد الخطاب. مهندس رائد السلام عليكم. مهندس رائد يا ريت الشباب يرفعون لنا الصوت بالاستوديو. معنا مهندس رائد؟ نعم مهندس، يعني لو تطلعنا على يعني الحالة الجوية المتوقعة خلال الأيام القادمة، وهنالك أنباء تتحدث عن منخفض قطبي في نهاية الأسبوع، هل هذا الكلام صحيح وهل إحنا مقبلين على هدى جديدة يعني خلال الأسبوع الحالي؟ طبعا يعني بتعرف إحنا بفصل الشتاء وفي مربع عيني يعني إشاعات كثيرة، لكن إحنا خلينا نفصل الحالة تفصيلا ونحكي عن اليوم ونحكي شو يعني ممكن خلال اليومين القادمات، وعن المنخفض الجوي اللي متوقع انه يأثر علينا من بكرة بالليل يوم الأربعاء بالليل. وقبل ما يعني لأنه اليوم كمان أيضا الحالة الجوية فيها بعض العناصر المهمة لازم نذكرها للإخوة المشاهدين. طبعا احنا يعني اليوم يعني بشكل عام هناك ارتفاع شوي على درجات الحرارة، يعني رح ترتفع الحرارة بمعدل 2 إلى 3 درجات مقارنة مع يوم أمس، لكنها مع هذا الارتفاع رح تبقى درجات الحرارة أقل بقليل من معدلاتها لمثل هذا الوقت من السنة. ورح نشوف خلال ساعات النهار الأجواء بشكل عام باردة في معظم مناطق المملكة، بينما المناطق الغورية رح تكون باردة نسبيا، المناطق الغورية والعقبة. هناك بعض الغيوم رح نلاحظها تظهر في سماء المملكة خاصة في فترة المساء، وهي طبعا على الأغلب من النوع المتوسط الارتفاع. وطبعا خلال فترة الليل مع تدني الحرارة فترة الليل تصبح الأجواء باردة جدا في معظم المناطق وباردة في الأغوار والعقبة. طبعا خلال ساعات منتصف الليل رح يتشكل الانجماد وبيحدث الصقيع في مناطق البادية بالأخص ومناطق السهول والمناطق الجبلية، وبالتالي عندنا تحذير احنا اعتبارا من ساعات منتصف الليل من خطر تشكل الصقيع والانجماد في ساعات اعتبارا من ساعات منتصف الليل حتى ساعات الصباح الباكر من يوم الأربعاء غدا. وطبعا هذا الانجماد يعني متوقع انه يظل حتى الساعة 10 من صباح غد الأربعاء، وبالتالي هاي الفترة هي يعني الواحد احنا بهمنا ننصح الإخوة المواطنين في أثناء تنقلاتهم باستخدام مركباتهم أخذ الحيطة والحذر والانتباه، ويعني ينصح للضرورة الخروج فقط للضرورة القصوى. الآن اليوم راح تكون إن الرياح جنوبية شرقية معتدلة، راح نشوفها تنشط خاصة في ساعات الظهيرة أو بعد الظهر، وتكون نشطة خاصة على المناطق الجبلية. وطبعا اليوم راح تكون العظمى بتسجل في المرتفعات الشرقية 9 درجات بينما المرتفعات الغربية 7، تنخفض بالليل لدرجتين.
المناطق الجبلية العالية راح تكون العظمى الشمالية راح تكون 5 تنخفض إلى درجة، بينما المرتفعات الجنوبية الشرار راح تكون أيضا 5 تنخفض إلى درجتين تحت الصفر. المناطق الغورية راح تكون العظمى 18 تنخفض إلى 7، والمناطق ومنطقة العقبة راح تكون الأجواء بالنهار باردة نسبيا، بالليل باردة، هناك بعض الغيوم العالية تظهر في ساعات ما بعد الظهر، الرياح راح تكون شمالية بتتحول في ساعات ما بعد الظهر لجنوبية، البحر بشكل عام متوسط ارتفاع الموج. العظمى اليوم في العقبة 20 تنخفض بالليل لعشر درجات، هذا بالنسبة لليوم. غدا بالنهار يعني بشكل عام الأجواء في النهار تقريبا الحرارات زي اليوم، يعني راح نلاحظ أنه الأجواء بالنهار راح تظلها باردة في معظم المناطق وباردة نسبيا في الأغوار، ولكن راح نلاحظ شوي غيوم من النوع المتوسط والعالي بيظهر أكثر بكرة، واعتبار من ساعات ما بعد الظهر يعني احنا ملاحظين هناك كتلة هوائية باردة بتقترب من مناطق شرق المتوسط، ومتوقع انه خلال ساعات الليل تكون واصلة على مناطقنا في فترات الليل، بصاحب هاي الكتلة الباردة منخفض جوي بتمركز في ساعات المساء للجنوب من جزيرة قبرص. وطبعا هاي الحالة لا احنا يعني حتى نكون واضحين يعني لا تقارن، يعني هي حالة أضعف من الحالة اللي تأثرنا فيها في اليومين الماضيات، يعني حتى انه نكون واضحين فيها برودة، فيها متوقع انه يكون في عندي أمطار، لكن مقارنة مع الحالة الماضية هي طبعا أقل وأضعف من الحالة الماضية، ومتوقع طبعا نتيجة تمركز هذا نتيجة هذه الكتلة وتمركز المنخفض جنوب قبرص انه يتساقط الأمطار بإذن الله في ساعات الليل. وطبعا هذه الأمطار متوقع انه يسحبها الرعد وتساقط للبرد في بعض الأحيان. وهناك اعتبار من ساعات ما بعد منتصف الليل وساعات صبيحة يوم الخميس توقع لسقوط زخات من الثلج على المرتفعات الجبلية العالية، وطبعا هاي الاحتمالية لتساقط الثلوج على المرتفعات الجبلية العالية تشمل سواء المرتفعات الشمالية أو الوسطى أو الجنوبية، وهي طبعا يعني احنا باعتبار انه نعتبر انه زي ما ذكرت مرة ثانية انه هذه الحالة هي أضعف من الحالة اللي مرينا فيها باليومين الماضيات. راح تنشط الرياح غدا خاصة في فترة المساء وتصبح غربية نشطة السرعة مع حبات قوية أحيانا، وبيستمر عندنا الأجواء يوم الخميس مع انخفاض قليل على الحرارة، وتستمر الأجواء باردة وغائمة مع سقوط زخات متفرقة من المطر بإذن الله بين الحين والآخر، وأيضا في ساعات الصباح الباكر من يوم الخميس هناك طبعا احتمال لسقوط زخات من الثلج على المرتفعات الجبلية العالية. وطبعا خلال فترة النهار راح نلاحظ انه يعني من فترة الظهر لحد فترة الليل بالنسبة للخميس انه الامطار يعني نوعا ما راح تكون متقطعة، وبشكل عام راح تكون يعني ما فيها غزارة بشكل عام بالنسبة للمطر. وبستمر الاجواء يوم الجمعة والسبت على اعتبار انه احنا راح نضلنا تحت تأثير هذه الكتلة الباردة، تحت اجواء باردة وغائمة مع تساقط الأمطار بإذن الله بين الحين والآخر. جميل جدا، أنا شاكر لك على كل هذه التفاصيل يعني مهندس الحقيقة، شكرا جزيلا والله يعطيك العافية. دائما المهندس رائد رافد الخطاب رئيس قسم التنبؤات الجوية في دائرة الأرصاد الجوية، شكرا جزيلا لك يعني، وهو استمرارا للحديث يعني عن هذا المنخفض وما هو قادم علينا، يعني والقادم إذن هو أبسط وأقل طبعا من العاصفة هدى، ربما تساقط لبعض الثلوج على المرتفعات، ولكن يعني من الواضح بأنه إحنا مقبلين على سنة عام 2015 إن شاء الله تعالى هي سنة خير بإذن الله، وأن يكون كل ذلك هو عبارة عن خير رباني وإلهي ونعم إلهية ينعم علينا هنا في الأردن وفي بلاد الشام. والحقيقة من أجمل ما يكون على سيرة يعني بلاد الشام إنه المنخفضات لما يتم دراستها بعلم الأرصاد وبيحكوا كيف إنه تأتي يعني عاصفة ثلجية من تركيا، من قبرص، من مش عارف من وين، من أوروبا، من روسيا، من سيبيريا، وتأتي على بلاد الشام، يعني صعب في علم الجو إنه يحكي لك على الأردن وغير فلسطين وغير سوريا وغير لبنان، صعب إنه يفصل بالرصد الجوي ما بين درعا وما بين الرمثة مثلا، يعني أو ما بين السلط وما بين نابلس، يحكي لك الجو هون شكل والجو هناك شكل،
وهذا يعني على الأقل الأرصاد الجوية توحدنا وتعيدنا إلى يعني أصلنا أن نحن بلاد الشام، ومناخنا هو مناخ بلاد الشام، هو مناخ واحد، يعني ما في فرق بين المناخ يعني في سوريا أو الأردن أو فلسطين أو لبنان. على سيرة يعني أيضا حنظلنا مستمرين في الحديث عن هذه العاصفة والتعامل الأجهزة الرسمية معها. يقال بأنه يعني من اللي ساعد على تخطي الأزمات السابقة في العام الماضي هو تفعيل ما يعرف بمركز القيادة والسيطرة. هذا مركز القيادة والسيطرة عبارة عن يعني مركز له مبنى بالقرب يعني من ضابوق، قريب من جامع الملك حسين بحدائق الحسين، يرأسه العقيد المهندس هاشم الخصاونة، وكان هو المسؤول عن إدارة الملف الأزمات بشكل عام هو، وهذه أول أزمة يديرها بشكل كامل. يقال بأنه كان يستقبل في اليوم الواحد حوالي 86 ألف مكالمة يستقبلها، اللي هو على الرقم المعروف اللي هو 911، كان هم يعني اللي يديروا في هذا المركز. ممكن تشوف لقطات من مركز القيادة والسيطرة ونشوف كيفية بنائه وإعداده لمواجهة مثل هذه الأزمات، سواء كانت أزمات طبيعية أو غيرها، ولكن البداية كانت مع هذه الأزمة. خدمة تلقي مكالمات الطوارئ. خدمة تلقي مكالمات الطوارئ اللي هو المركز الآن أصبح مركز خدمات الطوارئ لكافة الجهات الأمنية، تلقى كافة مكالمات الطوارئ على مستوى المملكة الأردنية الهاشمية، وبتابع هذه البلاغات بتكون محوسبة مؤتمتة، إجراءات المتخذة عليها ميدانيا بتم أرشفتها وبتم متابعتها وبتم التأكد من تقديم الخدمة للمواطن. فأصبح الآن أي مواطن بيحتاج لخدمة مجرد ما اتصل على مركز خدمات الطوارئ على مركز القيادة والسيطرة بيتم يعني استقبال مكالمته وبيتم متابعتها والتأكيد من تقديم الخدمة يعني بأسلوب عصري وتخضع زي ما حكينا لطابع الرقابة وضبط الجودة. احنا عندنا في الأيام العادية بنستقبل ما مجموعه حدود 20 ل 25 ألف مكالمة، في الحالات الاستثنائية زي الظروف اللي بتمر علينا يعني بتجاوز خلينا نقول عدد المكالمات اللي بنستقبلها على مدار ال 24 ساعة يتجاوز في بعض الأحيان 86 ألف مكالمة. احنا كنا جاهزين ومستعدين لعاصفة ثلجية، ضاعفنا عدد موظفين القدرات يعني من حيث انه فتحنا قاعات عمليات جديده لاستقبال الكم الهائل من المكالمات ثم متابعتها والتاكيد يعني من تقديم الخدمات للمواطنين، بحيث انه احنا يعني المكالمات كان لدينا القدره على استيعابها، ما واجهنا فيها اي مشاكل، وجميع الملحوظات اللي كانت تمر لنا او البلاغات اللي كانت ترد المركز كان يتم التعامل معها بمهنيه وطرفيه عاليه. والله يعني هي اتصالات يعني بعض الاحيان بيفكروا ان المواطن اللي بيتصل 911 يعني ما بيعرف انه قد يكون هنالك شخص بحاجه لتقديم الخدمه، وانه مجرد انه يتصل هو باسلوب استهزائي او اسلوب هزلي انه يعني بياثر على خدمه تقدم للمواطن. يعني في بدايه عاصفه ثلجيه اتصل مواطنين بيسالوا بيسأل يعني متلقي البلاغات انه والله اذا سمحت شوف الطقس برا انا تحت الحاف مش حابب اقوم من تحت الحاف، اتصل واحد بيقول له بدي تدلني على مخابز بيع خبز مشروع، يعني من هاي المكالمات. بعض الاحيان بيتصل الشخص وبيفتح الخط بدون ما يعني ما يتكلم اي مكالمه، طبعا هذا يعني بيمنع مواطن ثاني بحاجه لتأدية الخدمه، لكن مع ذلك حجم هذه المكالمات قليل، هنالك وعي من مواطننا يعني والتوعيه اللي تم نشرها عبر وسائل الاعلام وعبر اذاعه امن اف ام يعني ادت نتيجتها، بحيث انه معظم الحالات اللي كانت تصلنا او المكالمات اللي كانت ترد للمركز كانت مكالمات بالفعل طالبها بحاجه لخدمه يديروا اياها يعني جهاز امن عام او جهاز الدفاع المدني او اي مؤسسه ثانيه خدميه تقدم خدمات للمواطن. عندنا احنا مكالمات في الظروف الحاليه زي هيك بيكون حجم كبير منها مكالمات استفسارات، استفسار عن حال الطرق، استفسار مثلا او اعطال كهرباء، يعني اما البلاغات اللي بتحتاج اجراء سواء كانت الامن العام او الدفاع المدني هي كلياتها بيتم متابعتها وتتاكد منها انه تؤدي الخدمه لها، هذا احدى الواجبات الاساسيه اللي بيؤديها المركز، يعني هنالك دوره حياه لاي بلاغ بيصل للمركز، بحيث انه لما بيطلب المواطن الخدمه يجب ان تؤدي الخدمه له. طبعا قد يكون هنالك بعض الاحيان تفاوت في زمن تؤدي الخدمه نتيجه حجم المكالمات، نتيجه الظروف الاستثنائيه وحركه الاليات، لكن في نهايه المطاف يجب ان تؤدي الخدمه للمواطن. يعني إذا المشاهدين هذه اللقطات شفناها، وكان يعني نشرها موقع عمون
الإخباري، هو يتحدث عن مركز القيادة والسيطرة. يعني أنا بعتذر يمكن يعني أخطأت فيها، هذا مركز القيادة والسيطرة غير اللي كنت أحكي عنه، هو مركز الوطني للأمن وإدارة الأزمة. وممكن نأخذ هذا الخبر على الغد، ممكن نعرضه عليكم. هو رئيس هذا المركز أو نائب رئيس المركز الوطني، وهو هذه صورته راح تكون موجودة، اللواء الركن المتقاعد الدكتور رضا البطوش، وهي تصريحات له في هنا، يعني هي في الصفحات الداخلية في الغد. البطوش يؤكد أن المركز محصن ضد الصدمات وضربات الصاروخية والكيماوية. هذا هو المركز اللي حكيت عنه اللي في دابوق. المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات ينجح باختبار الثلج ويكشف أهمية تنسيق الجهود الرسمية. إذن يعني هذا هو يعني المركز الجديد الذي قام بإدارة العملية. ذاك المركز القيادة والسيطرة لاستجابة المكالمات ويعني الرد على المكالمات الهاتفية. وهنا حديث عن أن الدور هذا المركز سيشمل استشراف مختلف الأزمات المهددة للأمن الوطني، سواء كانت هذه الأزمات مثل هذه الأزمة أزمة طبيعية يعني عاصفة ثلجية، أو حتى لو كان في عندنا أزمات لا سمح الله أزمات سياسية أو اقتصادية أو حتى عسكرية أخرى سيتم إدارتها عبر هذا المركز، المركز الوطني لإدارة الأزمات. إذن طيب، وبما أنه إحنا بنحكي طبعا هو الرئيس المركز بالمناسبة، يمكن نستغرب هو مش مسؤول عادي، يعني هو نائب الرئيس حكينا عنه، هو لواء الركن المتقاعد دكتور رضا البطوش. رئيس هذا المركز هو الأمير علي، إن هو سمو الأمير علي بن الحسين رئيس هذا المركز. طبعا التفاصيل أكثر عنه ما بعرف، ولكن يعني من خلال طريقة بنائه زي ما حكي، يعني هو مجهز لمواجهة أي اعتداء، لو يعني صاروخ يعني لا سمح الله يتم ضربه عليه، ما بصير عليه أسلحة كيماوية وغيره، هو تحت الأرض ببناء يعني عسكري بحت الحقيقة، ليكون قادر على مواجهة أي أزمة ممكن نتعرض لها في الأردن. لكن بما أنه نحكي عن المنخفضات، الحقيقة احنا شعرنا يعني بالبرد وشعرنا بالأزمة خلال الأيام الماضية، واليوم يعني برد شديد جدا، وفي ساعات المساء أشد وأشد، يعني وصلت درجة الحرارة للماينس ناقص يعني حسب مناطق المحافظات المختلفة. ولكن الحقيقة المعاناة يعني اللي احنا عانيناها، واللي انقطعت عنه الكهرباء، واللي انقطع عنه الخبز، واللي شو ما صار معه، واللي انقطع غاز من الصوبة، واللي انقطع كاز، واللي انقطع تدفئة، ولا شيء أبدا، يعني عبارة عن صفر عشمال فيما يتعلق بالمعاناة التي تعرض لها اللاجئين، خاصة اللاجئين السوريين الحقيقة، سواء كان في الأردن في الزعتري أو في لبنان أو حتى في سوريا نفسها والنازحين. وهنالك أكثر من 20 طفل توفي خلال يعني العاصفة الثلجية في سوريا من التجمد، وممكن وصلت في لبنان لخمسة حالات أيضا وفاة. الحمد لله في الأردن ما صار حالات وفاة للاجئين. وأيضا يعني في مخيم اليرموك، ممكن مبارح شفنا في نداء الحرية مع سلطان عجلوني أيضا فيديوهات، يعني الحقيقة تشعر وأنه إحنا كنا متخاذلين، كلنا يعني بدون أي استثناء، وشو ما حكينا عبارة عن كلام بكلام، لأن المعاناة إحنا ما جربناها وما عشناها. الحمد لله رب العالمين على هذه النعم، ولكن هي فقط رسالة لكي نشعر بغيرنا. في غزة نفس الشيء، تعرضوا إلى معاناة كبيرة ومعاناة شديدة الحقيقة، والفيديوهات كثيرة، وعرضنا يمكن أكثر من فيديو وأكثر من تقرير، ورح نضلنا مقصرين شو ما عملنا، رح نضلنا يعني مقصرين في هذا الجانب، وفي ظل كل هذه المعاناة. خاصة أنه لما نحكي واحد مات، يعني طفل مات متجمد من التجمد، يعني هو عبارة عن موت بطيء، يعني لو كان فيه صاروخ طلقة بتضرب بالقلب بأي مكان يعني قاتلة، بموت مباشرة، صاروخ بهد منزل بموت. لكن هذا الطفل موت بطيء، يعني عبارة عن ساعات وساعات ويمكن أيام، وهو بيموت أمام أهله، أمام أمه وأبوه اللي ماسكينه، وعم بيموت ابنهم قدامهم، ومش قادرين يساعدوه، ومش قادرين يعني ينقذوه من هذا الموت. ألمها أكبر أتوقع، وألمها أشد الحقيقة. وهذه المعاناة تتكرر أو تتوزع على أكثر من الموت فقط، حتى المعاناة المعيشية في قطاع غزة على سبيل المثال، راح نشوف فيديو يعني يصور لنا أيضا الحال كيف هناك، ما يعني قطاع محاصر برا جوا بحرا، وحتى يعني الغاز احنا بنقطع عنا يوم يومين بالكثير، بصير في عنا مافيات يعني يقال، ورصدت الجرايد بتحكي انه وصلت سعر الاسطوانه 10 دنانير السعر القديم، وممكن توصل ل 15
دينار، لكن بضلها موجودة بالسوق يعني بالنهاية مو أحد بيأمنها، حتى وإن كانت أغلى شوي من السعر العادي لكن تؤمن. في غزة صعب جدا، حتى المطاعم في غزة، مطاعم بيع الفلافل كانوا يستخدموا يعني الحطب بدل الغاز لأنه الغاز مش متوفر، ويمكن هذا الفيديو يعرض لنا هذا الموضوع. صباح، نتطرق لهذا الموضوع. الموضوع الجديد أن بعض من أصحاب محلات الفلافل وغيرها بسبب نفاذ الغاز بدأوا باستعمال الحطب. الحطب كما تشاهدون في الصورة طبعا حتى يطهو الفلافل أو ينضج الفلافل. هذه صورة وجانب من المأساة ومن موضوع تفاقم الوضع المعيشي في قطاع غزة حتى يصل بنا الأمر إلى استخدام مثل هكذا طرق وأساليب. هذا صاحب المطعم، شيخ إيش فيه؟ ليش استعملت الحطب؟ والله إحنا ما عندناش غاز، إحنا الحين أسبوع كامل نستعمل غاز، فيش غاز. يعني عنده عمال وهي سكر، يعني عنده عمال سكر ما بيشرب المطعم. أول يوم يوم تستخدم الحطب؟ أول يوم أسوي 5 ساعة. دورت في كل مكان يعني؟ والله دورت ما فيش، عشان جرة امبارح جرة واحدة ب 2,450,000. جديدة يعني؟ جديدة شريت، مش غاز. كفيش يا عم، بدي كل يوم جرة، بدي كل يوم جرة. شو بالطالب من المسؤولين؟ شو بتقول؟ طالب اخوانا ان شاء الله يدخلون الغاز عيننا، احنا بنشتغل للشعب قاعدين. احنا بنبيع 10 طن فلافل بشيكل قاعدين نبيع. بنبيع صاير حمص بشيكل، صاير فول بشيكل، كله نبيع ببلاش للشعب احنا. ناخذ الشعب ببلاش قاعدين. إذن هذه صورة وجانب من الموضوع بسبب تفاقم موضوع الفلافل الذي طبعا يشكل بالنسبة لشعبنا الفلسطيني يعني طعاما شعبيا ومن المأكولات الشعبية. يستخدم أصحابه الحطب لإنضاجه حتى يتم استخدامه وبيعه للمواطنين كما هو موضح في الصورة وكما تشاهدون. احنا بنتحدث عن واحدة وهي حالة من الحالات التي تبين وتدلل الحاجة الماسة لاستوانة الغاز في ظل حديث عن وضع مأساوي وأيضا نقص حاد في توفير الغاز المنزلي، بالإضافة إلى أن بعض من المواطنين يستخدمونه لتشغيل دراجاتهم النارية سواء كانت بعجلتين أو بثلاث عجلات اللي هي التوك توك المعروف. وهناك أيضا مولدات كهربائية يتم استخدام جرة الغاز فيها، بالإضافة إلى بعض السيارات التي تعمل على هذه الإسطوانة. هذا ما أدى إلى تشكيل هذه الأزمة، بالإضافة إلى تقنين دخوله من الجانب الصهيوني عبر المعابر المحادية لقطاع غزة. يعني إذن هذا جانب من معاناة الأهل في قطاع غزة، أو جانب من عشرات وربما مئات الجوانب الأخرى، ولكن يعني نعرض لكم على الأقل نموذج ومثال وهو مثال بسيط. للحديث أكثر أيضا عن قطاع غزة بشكل عام وعن أحوال هذا القطاع في ظل الظروف الجوية السائدة خاصة الأحوال الإنسانية، ينضم إلينا مراسلنا من قطاع غزة سامي برهوم. سامي، السلام عليكم. وعليكم السلام زميلي، أنا ليس أصبحك معك. نعم تفضل. الله يصبحك بالخير سامي، وتحياتنا إليك. ويمكن عرضنا جانب من معاناة يعني أهل غزة بانقطاع الغاز عنهم، يستخدموا الحطب يعني حتى في محلات في المطاعم ولعمل الفلافل. تحكينا كيف كانت الأحوال خلال العاصفة الثلجية هدى اللي مرت على المنطقة، كيف كانت الحياة في غزة وكيف الناس يعني دبرت أمورها خلال هذه العاصفة؟ نعم زميلي، ربما هناك تطورات سياسية وإنسانية هامة حصلت خلال الساعات الماضية. وطالما بدأت بالوضع الإنساني، دعنا أشير إلى الأزمة التي تبعناها قبل قليل في هذا الفيديو الذي أظهر أن المطاعم تستخدم الحطب بدلا عن غاز الطهي في ظل الأزمة المستمرة في عدم إدخال هذا الغاز من قبل الجانب الإسرائيلي. لا. ربما هناك كما نعلم في كل المنازل المواطنين في غزة يستخدمون هذا الغاز بشكل يومي في بيوتهم. هناك أزمة خانقة جدا في كافة محافظات القطاع نتيجة عدم التزام إسرائيل والجانب الصهيوني بإدخال هذه الكمية اليومية إلى قطاع غزة، وبالتالي الآن نتحدث عن أزمة في غاز الطهي لليوم العاشر على التوالي في ظل الحديث عن اتصالات تجرى من قبل إدارة المعابر مع الجانب الإسرائيلي للسماح بإدخال هذا الغاز إلى جانب أيضا الوقود إلى قطاع غزة. فنحن أيضا نشير جلال بأن محطة توليد الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة والتي قصفت إبان الحرب الأخيرة على القطاع
تعمل بسل طاقتها الطاقة الكهربائية، ويأتي ذلك في ظل الكمية المحدودة للوقود الذي يسمح لجانب الإسرائيلي بإدخاله إلى قطاع غزة. وبالتالي في كل الأحوال الظروف الإنسانية صعبة جدا، وهي على حالها، وهي حتى هذه اللحظات تجعل التصريحات من قبل الفصائل الفلسطينية، وكما تحدث خالد البطش أحد قادة حركة الجهاد الإسلامي قبل ساعات من الآن منذ صباح هذا اليوم، بأن لغة الانفجار لا تزال حاضرة بقوة في ظل ممارسات التي تمارسها الجانب حكومة الوفاق الوطني والجانب الإسرائيلي تجاه قطاع غزة عبر تجاهل قضاياه وأزماته المتتالية. سياسيا، قبل قليل ينال وصل وزير الخارجية الأسباني ومعه وفدا أوروبيا رفيعا، وكذلك كان برفقته نائب رئيس الوزراء لحكومة الوفاق الوطني زياد أبو عبرو، وقد دخلوا عبر معبر إيريز أو معبر بيت حنون إلى قطاع غزة، وهم المتواجدون في جولات ميدانية ولتفقد الأوضاع الإنسانية في القطاع، كما سيلتقوا بمفوض وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الأونروا، وسيتم وضع اللمسات لطبيعة الاحتياجات التي يحتاجها هذا القطاع المحاصر. ثم بعد ذلك سيغادر هذا الوفد باتجاه الجانب الإسرائيلي، ثم سيكون هناك جولة لوزير خارجية الأسباني باتجاه العاصمة الأردنية عمان. نعم. هناك تطورات سياسية أخرى هامة ينال. قبل أيام كنا نستمع عن تصريحات إعلامية تتحدث بأن قطر تطلب من رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل بمغادرة الدوحة على الفور. بالأمس كان هناك نفيا قاطعا عبر لسان على لسان وزير الخارجية القطري، والذي قال بأن خالد مشعل هو ضيفا عزيزا على الدوحة، وأن كل هذه المعلومات التي تناولتها الإعلام هي عبارة عن فبركة، ولا يمكن أن نتجاهل الشخصيات التي تهتم بالقضية الفلسطينية. هناك تطور آخر أيضا ينال. الآن هناك اجتماعا هاما لمجلس الوزراء في غزة. المهم في هذا الموضوع أنه في هذه اللحظات أي في هذه الدقائق هناك اقتحام من قبل موظفو غزة اتجاه هذا الاجتماع للمطالبة بحل حكومة رامي الحمد الله وإيجاد حل لأزمتهم، أي أزمة رواتب موظفي القطاع الذين لم يتقاضوا رواتبهم منذ 9 أشهر، وهم يزيد عددهم عن 55,000 موظف مدني وعسكري. وبالتالي في كل الأحوال هناك ظروف إنسانية صعبة جدا، وتطورات سياسية تتصارع أكثر، لسيما مع تدهور البيت الفلسطيني الداخلي، لسيما بين حركتي حماس وفتح من جهة، وأيضا تفاقم الأوضاع الإنسانية في ظل استمرار إغلاق المعابر وعدم وجود أي صيغة لملف الإعمار أو رفع الحصار أو وصف أو فتح المعابر بالآلية التي تناسب هذا القطاع المحاصر. نعم، أنا شاكر جدا لك إذن سامي برهوم، مراسلنا في قلب هذا القطاع الصامد المرابط المقاوم. شكرا جزيلا لسامي برهوم، وهذه المعاناة الإنسانية المستمرة والسياسية حتى من يعني تآمرات، تخاذلات، تأخيرات لحل المشاكل المتفاقمة في هذا القطاع. ويعني هي 7 شهور، دخلنا ب7 شهور بدون رواتب للموظفين، وتخيلوا هذه يعني لحال هذه المأساة، تخيلوها ناس بتداوم 7 شهور بدون رواتب، كيف عايشين الله أعلم. هذه يعني معجزات، يعني كما انتصرت المقاومة بدون وجود أي مقارنة في السلاح وفي الأمور المادية، لكن ربنا سبحانه وتعالى أنعم عليهم بهذا النصر. وكذلك في ظل هذه الظروف يعني الصعبة اللي يعيشها الأهل هناك، ويعني هذه يعني ممكن إحنا لما نعاني في الأردن يعني شو ما كانت معاناتنا راح تكون أهون وأبسط بكثير مما يعاني به الأهل والإخوة والأحبة في فلسطين، وخاصة في قطاع غزة، ويعني معاناة سوريا ما تسألش، ومعاناة يعني حتى في العراق يعني هنالك لاجئين وهنالك صعوبات معيشية كبيرة الحقيقة. يعني على ذكر يعني حتى يعني اللي صار في الطرقات والحوادث اللي صارت، وراح أحكي لكم خبر مهم الحقيقة عن موضوع الحوادث والتأمين، التأمين الإلزامي والتأمين الشامل، وشو ممكن يغطوا من هذه الحوادث، راح نجي لها بصحيفة الرأي موجود هذا الخبر. ولكن يعني احنا فكرنا انه صار في عندنا حوادث في البلد، ويمكن في فيديوهات تم تداولها، حادث إشميسان الشهير واللي يعني نتج عنه وفاتين، ومنهم محمد ابو خديجة اللي نسأل الله سبحانه وتعالى له الرحمة والمغفرة، اللي هو سائق الدليفري في احدى المطاعم الوجبات السريعة، واللي بالمناسبة تم رفع قضية على المطعم و الآن يعني يتم متابعتها. ولكن حتى الصقيع وما نتج عنه من حوادث ولا شيء قدام الحادث اللي راح نشوفه الآن، وكل هدى
وكل تبعات هدى وكل ما اجت فيه هدى ولا شيء بالنسبة للعاصفة الثلجية اللي رح نشوفها الآن اللي هي مش بمنطقتنا وإنما في أمريكا في ولاية ميتشيغان. حادث واحد بس، الحادث 11 ميساني استغربنا إنه كان فيه 7 أو 8 سيارات، حادث واحد وكان إشي هائل. هذا حادث واحد فيه 150 سيارة في أمريكا. خلينا نشوف هذا الحادث ونشوف يعني لقطات منه. Developing story there. First responders on the scene of a major pileup on I-94 that's near Kalamazoo and Calhoun counties. Apparently 90 vehicles involved in this pileup, and police say fatalities are something that they expect to find. You can see the weather, it's self-explanatory on the screen as a factor here. And take a look at this, believed to have fireworks in the back of one of these big trucks. Just adding insult to injury, if you pardon the term, because obviously a very big fatal situation in the state of Michigan. يعني هذه كانت لقطات من أثار الحادث وما نتج عنه. خلينا نشوف الآن الحادث من بدايته، كيف صار الحادث أبو 150 سيارة هذا، نتابع. يعني هاي لقطات من الحادث، لأنه صراحة لو بدنا نعرض ال 150 بدها تخلص الحلقة، ويعني قصة صعب يعني، بس واضح إنه الضباب كان كثيف بشكل غير عادي، وهي القصة يعني بلشت يعني أول سيارة خبطت وعدوا يعني بعديها 149 سيارة ثانية بنفس الطريقة. مش عارف يعني وين الناس، وين الطوارئ، وين يوقفوا السير، وين الشرطة، وين الأمن. هاي أمريكا وهاي ميتشيغان يعني في أمريكا، وهيك اللي صاير يعني 150 سيارة مش قادرين يوقفوهم وهم نازلين خبط بعض سيارة ورا الثانية. طيب خلينا يعني قبل ما ناخد فاصل نخلص الغد بشكل سريع، يعني كان في أخبار سريعة. ناخد خبر عن استكمال صرف المنحة الخليجية خلال الربع الأول. طبعا هذا خبر يعني يمكن كان فيه يعني مرات أشرنا إله، يعني الحقيقة مش معروف يعني مش معقول عفوا، يعني احنا الدول الخليج يعني اعطتنا منحة وحكت لنا خذوا اصرفوا واعملوا مشاريع، واحنا لغاية الان مش عم نستغلها. يعني عام 2014 92% استغلينا منها. هسا ممكن واحد يحكي اوه منيح يعني 92، طيب ليش تستغل 100%؟ انت المفروض تستغل 100 وزيادة كمان، يعني ناس معطينك مصاري وانت مفلس معكش مصاري، ليش ما تاخذ المصاري كاملين وتشكل يعني المشاريع اللي بتطلبها. عام 2013 بالمناسبة كان استغلالنا لها 68% فقط، 68%، وهي العام الماضي 92%. إذا في مواطن أردني بيضل عليه دينار واحد ضريبة أو فاتورة لكهرباء لتليفون لشو ما كان أي نوع من أنواع، مستحيل يعني هذا الدينار لو توفى الإنسان المواطن الأردني بده يتورثه وولاده بدهم يدفعوه، ما فيش مجال يعني بدهم يدفعوا هالدينار، ما فيش مهرب من الحكومة. أما لما الخليج يعطونا منحة عادي منضحي فيها، شو المشكلة. على كل حال أيضا إشارة يعني في أخبار سريعة إلى أنه بكرة رح تبدأ امتحانات التوجيهي أو رح تعود يعني للاستكمال من يوم اللي كانت الأربعاء الماضي، تم تأجيلها للأربعاء القادم والخميس ثم سبت وأحد، ونتمنى للجميع التوفيق والنجاح. فاصل ونواصل فقراتنا، فابقوا معنا أجمعين. سيدنا محمد الذي يتعرض دائما يعني ما يقوم الغرب باستفزاز مشاعر الأمة الإسلامية يعني محاولة المس بالنبي عليه الصلاة والسلام، وهذا ما يقوم به أو ما قامت به صحيفة شارلي هاي الفرنسية، والتي تنوي بالمناسبة إعادة يعني نشر نفس الرسوم بملايين الطبعات ب12 لغة واستهداف كبير.
رح نحكي عنه بالتفصيل إن شاء الله بعد قليل. خلينا يعني نستعرض الصحف بشكل سريع، سواء الرأي والسبيل. الرأي كان عنوان رئيسي، كان القائد الأعلى يزور قيادة سلاح الجو الملكي، وهذه الزيارة كانت يعني برفقة أيضا، أو كان في استقبال الملك فيها الفريق أول ركن مشعل الزبن، مستشار جلالة الملك للشؤون العسكرية، ورئيس هيئة الأركان المشتركة، وسمو الأمير فيصل، وقائد سلاح الجو. يعني بالمناسبة هنا يعني المنصب الجديد للفريق أول مشعل الزبن هو رئيس هيئة الأركان، وأزيد أيضا أصبح مستشار الملك في الشؤون العسكرية، ونفس الشيء مدير المخابرات الشوبكة أيضا أصبح مستشار الملك، مع الاحتفاظ بالمناصب يعني سواء محمد أو مشعل الزبن، وأيضا مدير المخابرات الشوبكي مع حفظ الألقاب لهم، يعني هم أصبحوا بالإضافة لوظيفتهم كقائد للجيش ورئيس هيئة أركان أيضا مستشار الملك، وهناك أيضا مدير مخابرات وأيضا مستشار أمني للملك. الملك على الحرب ضد الإرهاب توحدنا جميعا، وهذا خلال استقبال وزيرة الدفاع الألمانية ووزيرة الخارجية الإسبانية، وتحدثنا أيضا عن موضوع باريس والمشاركة في مسيرة باريس. أيضا من أخبار الجيش العربي، تصريحات للناطق الرسمي باسم القوات المسلحة العقيد ممدوح العامر يقول بأن الجيش العربي مساندة أجهزة الدولة لم تشغلنا عن المخاطر الخارجية والمهام والواجب الأعظم، يعني في حماية أرض المملكة وحفظها من المخاطر الخارجية، شاركنا في لتسهيل حياة المواطنين، تزويدهم بالخبز في الطفيلة وفي عجدون وفتح الطرقات وغيره، ولكن هذا مش على حساب أمن وحماية حدود البلاد. هنا أيضا حديث عن مقاضاة مطعم لمسؤوليته عن وفاة عامل، وهو اللي كنا نتحدث عنه، العامل المرحوم محمد أبو خديجة. نقابة العاملين في الخدمات العامة والمهن الحرة أعلن رئيسها خالد أبو مرجوب عن نية النقابة لمقاضاة مطعم الوجبات السريعة اللي كان يعمل فيه الشاب محمد أبو خديجة، اللي لاقى وجه ربه في منطقة شمساني أثناء قيامه بتوصيل إحدى الطلبات الخاصة في العاصفة الثلجية، لأن المطعم لم يأخذ بالحسبان الأوضاع غير الطبيعية اللي كانت تمر بها طرق المملكة بهذه العاصفة، وأصر على إدامة توصيل الطلبات للزبائن خارج المطعم في أماكن عملهم أو سكناهم، الأمر اللي رتب عليه خطورة على العاملين، وكانت منها نتج عنها يعني وفاة هذا الشاب. ويعني الحقيقة بغض النظر إن كان المطعم في روايات تحكي إنه أجبر العامل وحكوله يعني إذا ما بتودي الله معك، يعني يا إما بتشتغل يا يعني من سرحك من العمل، إن كان إجبار أو حتى بدون إجبار يعني، فهو الخطأ على المطعم واضح، يعني ما فيش تبرير، لأن المطعم لازم يمنع منع، حتى لو مرات الواحد بيكون بيحكي رزقتي وبده يشتغل حتى يحصل الفلوس، لكن يجب على المطعم إنه يمنعه من العمل في هذه الأوقات لأنه في خطورة على حياته. يعني هذه زي ما الأمن العام كان يمنع المواطنين من الخروج من المنازل ويسحب الرخص لأنه في خطورة على حياتهم، وهذا واجب كل المؤسسات إنه تحافظ على حياة يعني العاملين فيها على أقل تقدير. نختم بيعني اليوم كان دوام الساعة 10 إشارة في الجريدة، ويعني خبر زراعي يعني فيما يتعلق بتأثيرات الصقيع، البطاطا والكوسة الأكثر تضررا من الصقيع، واللجان الزراعية في وادي الأردن بدأت يوم أمس بحصر كافة الأضرار المترتبة على القطاع الزراعي هناك وإعداد تقارير لرفعها للوزارة، بحسب ما تكلم به الناطق الرسمي باسم وزارة الزراعة الدكتور نمر حددي. يعني أتوقع أنه هنالك متابعة لموضوع المزارعين لتخفيف من أضرارهم. بدي أروح لخبر مهم جدا، يعني أنا صراحة شفته على الرأي الاقتصادية، يتحدث بتصريحات اللي هي لاتحاد التأمين ومدير الاتحاد الأردني لشركات التأمين ماهر الحسين، يقول بأنه الحوادث الناجمة عن العاصفة الثلجية غير مشمولة بالإلزامي، وهناك إحصائية عن 670 كروكة وخمس وفيات خلال المنخفض. بعرفش مين خمس وفيات، يعني في حالتين وفاة بشمساني وفي حالة وفاة لطفلة في الرمثة، بعرفش شو الحالتين المتبقيات. على كل حال هنا الكلام بأنه كل الحوادث اللي صارت في العاصفة الثلجية تقريبا مش مشمولة بالتأمين الإلزامي. ليه؟ لأنه بيحكي لك أنه الشركات هاي ما راح تتحمل الضرر، لأنه الناس طلعت في الشوارع
وكان هنالك توجيهات ونصائح بعدم الخروج إلى الشوارع، وبالتالي هم يعني خالفوا التعليمات اللي طلعوا. والتأمين طبعا احنا بنوقع على التأمين وعلى بولوس التأمين سواء كان يعني إلزامي أو شامل بدون ما نقرأ، إنه التأمين ما بيشمل الكوارث الطبيعية، الحوادث والكوارث الطبيعية ما بيشمل. حتى التأمين الشامل يعني تصريحات اتحاد التأمين إنه 99% من التأمينات الشاملة لا تشمل أيضا الحوادث والكوارث الطبيعية، واللي جزء منها موضوع الثلج. شو اللي بده يصير؟ بده يصير إنه إذا كان في حادث ثبت بالكروكة، ويعني كان في قرار من المحكمة المدنية بأنه السائق تسبب بحادث معين، الشخص الآخر راح يعني اللي كان الحق مش عليه، اللي الحق معه راح يعني الشركة تصلح له وتدفع له بدل الضرر هذا للمتضرر، يعني تدفع له البدل. ولكن اللي سبب هذا الضرر واللي قام بالحادث زمان كان يكتفوا في المخالفة يعني فيه، والآن لا، راح يترتب عليه غرامة تغريم المتسبب بالضرر لأنه خالف القوانين والتعليمات اللي حذرت من الخروج والقيادة خلال هذه العاصفة. يعني كل واحد سبب بحادث راح يدفع مخالفة زائد غرامة من شركة التأمين. وأيضا يعني فيما يتعلق بالتأمين الإلزامي حديث عنه لا تشمل الكوارث الطبيعية، وهذه البوليصة يعني أغلب الحوادث اللي صارت عن انزلاقات بالشوارع، وقوع أشجار أو أعمدة على السيارات خاصة اللي تركوها أصحاب السيارات اللي تركوها بالشارع، يعني هذه كلها الشركات التأمين لا تتحمل أي مسؤولية فيها. هذه إذن كانت أبرز أخبار الرأي. رح ناخذ وقفة قصيرة ونذهب إلى صحيفة السبيل، فابقوا معنا. نستعرض صحيفة السبيل بشكل سريع. أيضا الخبر الرئيسي كان عن ما تحدثنا فيه في أول فقرة وتواصلنا مع الأرصاد. الأرصاد تنفي تعرض المملكة لعاصفة ثلجية غير مسبوقة هذا الأسبوع، ارتفاع لدرجات الحرارة وهدى تخلف وراءها موجة من الصقيع. يعني آخر الأسبوع في منخفض، ليلة الأربعاء على الخميس منخفض وشتاء، ويمكن تساقط للثلوج على المرتفعات ولكن إشي بسيط. يعني هنا أيضا خبر عن مسيرة باريس، المغرب ينسحب من مسيرة باريس لرفع رسوم مسيئة للنبي. موقف رائع الحقيقة، ويستحق كل التقدير وكل الاحترام والتحية لوزير الخارجية المغربي الذي انسحب من مسيرة باريس بعدما رفع رسوم مسيئة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. يعني المغرب تستنكر الإرهاب وهي ضد الإرهاب وضد العملية الإرهابية، وشاركت حتى وراحت إلى فرنسا لتعزي بالضحايا، ولكن مش لدرجة أنه إحنا نشارك في مسيرة يتم فيها الإساءة إلى يعني رمز المسلمين ورمز للأمة وأفضل الخلق والمرسلين وسيد الثقلين، يتم الإساءة إليه من أشخاص تافهين ونشارك بهذه المسيرة؟ مش معقول. ولذلك كان الانسحاب المغربي. أخبار أيضا سريعة، مقتل قائد القوات الخاصة بفيلق القدس الإيراني شمال سامراء. يعني الله معه، خلصنا منه يعني. والحقيقة هي داعش اللي قتلته بالنهاية، لكن مرات يعني لما داعش تقوم بعملية تخلصنا من واحد يعني قائد القوات بفيلق القدس، وما أدراكم ما فيلق القدس وجرائمه التي ارتكبت في العراق وباتجاه السنة على وجه التحديد، والدريلات اللي كانوا يخزقوا فيها رؤوس السنة، يعني ما منأسف عليه أبدا. ويعني الله يأخذهم كلهم، فيلق القدس والحرس الثوري وقاسم سليماني على رأسهم الذي يقود الحرب الآن للدفاع عن بشار الأسد، هو اللي يقود المعركة حقيقة، القائد الميداني، لا بشار ولا قادة الجيش السوري المتهالك، يعني اللي انشق نصه واللي يعني عبارة عن مرتزقة الآن يقاتلوا في سوريا، مرتزقة من أفغانستان ومن غيره بجمعوا الميليشيات الشيعية للقتال. وكمان في العراق طبعا تحت مسمى الحشد الشعبي، لما تسمعوا الحشد الشعبي في العراق وقوات شعبية هي عبارة عن قوات شيعية، ولكن يعني يتم الغطاء عليها بمثل هذه المسميات. نتحدث عن الشيعة طائفية وليس عن المذهب الشيعي، وإنما عن الطائفية لهؤلاء القيادات اللي يتحكموا فيهم. مصر تتراجع عن فتح معبر رفح، كانت واعدة مصر إنها تفتح معبر رفح خلال الأيام الثلاثة والأربعة الخميس الجايين، خاصة في ظل يعني الضائقة الكبيرة للناس هناك والحاجة، ولكن بحجة إنه في أحد ضباط الموانئ المصرية اختفى، يقال إنه
اختطف وغيره تحمل هذه المعاناة عشرات الآلاف من أهالي غزة اللي تم إغلاق المعبر في وجوههم. يعني ما صدقوا على حجة يلاقوها حتى يعني يغلقوا المعبر وما يفتحوه لهذه 3 أيام. كذا الله في عونهم، والله يكون أيضا يعني إن شاء الله ربنا يعني يسلط على هؤلاء الظالمين من يستحقوا لكي يثأر لهؤلاء المسلمين ولدماء التي أريقت وللمعاناة التي تنتشر في أنحاء هذه الأمة من هؤلاء الظلمة على اختلاف مسمياتهم. فاصل ونواصل فقرتنا الأخيرة من وسط البلد، فابقوا معنا. أجدد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام، وآخر فقراتنا اليوم من وسط البلد اللي راح نستعرض فيها مجموعة متنوعة من الفيديوهات من هنا وهناك. بداية نروح على كوريا الشمالية ونشوف زعيمهم هذا الدكتاتور، يعني مش معقول دكتاتوريته اللي يطبقها، ويمكن حكينا عنها بمرات يعني ماضية. رح نرجع له هذا زعيم كوريا الشمالية اللي كان يستعرض يعني مهاراته في قيادة الطائرة. منروح على يعني فيديو آخر، يعني ربنا يعني يستر دائما في أحداث وحوادث يجنب فيها العديد من يعني البشر كوارث غير عادية. وهذا نموذج رح نشوفه لباص مدرسة، باص كبير يعني فيه أبو 50 راكب. كان شوفير الباص سمع أو شم ريحة وراء، ممكن صوت لبداية حريق في الحافلة، صف الباص ونزل. خلال 3 دقائق هذا الباص اللي كان فيه حوالي 50 طالب وخمسين ولد صغير تحول إلى كرة من النار. نتابع. يعني إذن هذا الفيديو بعد ما نزلوا طلاب يعني هم صوروه، يعني تحول هنا يعني إلى نيران مباشرة هذا الباص بحريق سريع، يعني خلال دقائق معدودة كان هذا الحريق قد ابتلع الباص وحوله إلى كرة من النيران كما نتابع. طيب خلينا نروح يعني لفقرتنا الأخيرة، وهي فقرة مهمة جدا الحقيقة وجميلة، ويعني نبدأ فيها. أول شيء صحيفة تشارلي بيدو، هذه الصحيفة اللي نشرت الرسوم المسيئة واللي صار فيه عليها يعني الهجوم المسلح اللي أودى بحياة 10 من يعني صحفيها وإصابات أخرى. يعني هل هذا هو الإجراء يعني، أو هل الرد المناسب كان بمثل هذه العملية لهذه الصحيفة؟ أنا صراحة ما أتوقع ذلك، والتفاصيل كثيرة وعديدة، وأنا أتوقع أنه أكبر مستفيد من ذلك هم إسرائيل. وهذا مش معناته أنه إحنا ما عندنا حمية للدفاع عن الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن هناك وسائل أخرى رح نحكي عنها كيف يتم الدفاع منها. على سبيل المثال نشر دعوته ونشر يعني أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام ونشر الرسالة التي جاء بها إلى هنا. ليه؟ لأنه على سبيل المثال بعد حادثة القتل هاي، إحنا قتل يعني اللي يبرر القتل لأنهم اعتدوا على الرسول، أو تم يعني محاولات لي يعني أو يعني إهانات ونشر لرسوم كاريكاتيرية مسيئة. شو راح يساووا هذول الصحيفة؟ يعني هل إحنا إذا قتلنا منهم 10 قضينا عن المشكلة؟ ببساطة المستشار القانوني لهذه المجلة الفرنسية الساخرة اللي هي شارلي بيدو حكى إنه المجلة بسألوه شو العدد القادم، هل راح تتراجعوا؟ حكى إنه العدد القادم راح يتضمن نشر لرسوم مسيئة للرسول عليه الصلاة والسلام، إضافة إلى مجموعة من النكت عن الدين والسياسة. طبعا هو بيحكي بأنه إحنا يعني ننشر كل شيء، ورح يكون وإحنا ننتقد الإسلام كما ننتقد المسيحية واليهودية، يعني وكأنه هيك بيبرر، يعني بيبرر عملته بأنه هو ينتقد الجميع. ونحن أيضا ضد مس الأديان وضد انتقاد الأديان بكل تأكيد بمثل هذه الطريقة يعني التافهة والرخيصة.
بس شوفوا شو يعني الاستفزاز اللي على وصوله الآن. أشار أنه رح يتم طبع 1,000,000 نسخة. الوضع الطبيعي لهذه المجلة كان زمان يطبعوا 60,000 نسخة بالكثير، ويدوب يعني أنه ينفقوهم 60,000. الآن رح يطبعوا بدل 60,000 مش 600 وإنما 1,000,000 نسخة قادمة لهذه المجلة، ورح تطبع ب 12 لغة، مليون عدد ب 12 لغة. ويعني شوفوا كيف الانتشار اللي احنا ساهمنا، او يعني اللي من يبرر هذه العملية ساهم فيها يعني، او اللي قام فيها. اتوقع انه الرد ما بيكون هيك، وهنالك مستفيدين كثر يعني، خاصة زي ما حكينا في البداية كان هنالك تعاطف حتى من فرنسا. هي فرنسا على الرغم من يعني المشروع مش هالمقنع، ومشروع هامل حتى يعتبر كان للتنازل عن حق العودة وعن القدس وغيره، ولكن هذا المشروع اللي قدم في مجلس الأمن يعني وفرنسا وافقت عليه، وكان يعني الفكرة بأنه الموافقة عليه هو عبارة عن دعم للشعب الفلسطيني من الحكومة الفرنسية. حتى البرلمان الفرنسي صوت للاعتراف بدولة فلسطين، يعني في كان تحول جيد في فرنسا. وفي بمدينة مرسيليا حوالي 40% من سكانها هم عبارة عن مسلمين من يعني دول المغرب العربي، كلهم هذول عم بتأثروا بهذه العملية. طب شو الحل؟ حكينا الحل الأول هو نشر يعني حقيقة الدين الإسلامي ونشر دعوة ورسالة النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن الحل اللي بده يفش الغل أكثر يعني، واللي يسأل عنه، لا يكون مثل هذه العملية، وإنما يكون من القيادات. هذا أنت وفرت هذه القيادات، قيادات تحمل هذا الهم. وهذا أنت ممكن تتكون أو أنت ممكن تكون موجودة لما نكون إحنا أقوياء، ولما نكون إحنا أمة يعني تحترم نفسها حتى يحترمها الآخرين. كيف هذا بيكون؟ بيكون ببساطة بقصة. عندما كنا أمة وعندما كانت هناك خلافة إسلامية للسلطان عبد الحميد الثاني، السلطان عبد الحميد الثاني نفس الشيء، فرنسا كانت تنوي أنها تقوم بمسرحية، تعمل مسرحية مسيئة للنبي عليه الصلاة والسلام، هذا كدليل أنها المسألة تاريخية. لما عرف السلطان عبد الحميد أنه بده يصير في مسرحية مسيئة للنبي عليه الصلاة والسلام، أمر كل جيشه بالاستعداد للحرب، وأمر كل طاقم قصره بالاستعداد للبس الزي العسكري والزي الحربي، وهو نفسه السلطان نفسه لبس الزي الحربي وكان مستعد للحرب، ودعا القنصل الفرنسي له على قصره. القنصل الفرنسي بيحكي، هذه رواية منه، بيحكي أنه أنا فكرت أنه يعني ممكن ودي لي رسالة شجب واستنكار زي هالقيادات العرب في الوقت الحالي وينتهي الموضوع. ولكن كانت المفاجأة بأنه لما دخل القنصل الفرنسي رأى بأنه الكل جاهز للحرب وأنه الكل مستعد. والمفاجأة الأكبر كانت لما دخل جوا القصر وشاف السلطان نفسه يرتدي الزي العسكري، ويعني كل هذا الاستنفار على هذه المسرحية. مباشرة بعث لفرنسا وقال لهم هذه الدولة عندها استعداد تعمل حرب عشان مسرحية، أوقفوا العرض فورا. وهذا ما تم، وتم وقف العرض. رح نشوف هذا الفيديو لمارش من الجيش العثماني مترجم للغة العربية، كيف كان العثمانيين يهتفوا مع طيب خلص الشباب بدهم يعرضوا لكم الفيديو لبكرة، بكرة بنعرضه. طيب إذا رح يتم عرض الفيديو بكرة للجيش العثماني وهتافات الجيش العثماني بالتكبير وبالتلبية للرسول عليه الصلاة والسلام، ورح نعرض لكم أيضا فيديو أتوقع أنه هو خليفة السلاطين العثمانيين، السلطان الحالي السلطان رجب طيب أردوغان، وكيف تعامى التعامل مع يعني مثل هذا الموضوع، أو كيف يعني الآن يدير الدولة التركية، وكيف هو مقبل خلال قادم الأيام. رح نشوف أنه هو يعني يستنبط العديد من الأفكار من الخلفاء العثمانيين السابقين. لهنا وصلنا إذن لنهاية فقراتنا اليوم، وإن شاء الله رح نستمر معكم بالعودة من جديد لوسط البلد بعد العاصفة الثلجية بكرة بنفس الموعد إن شاء الله الساعة 10 صباحا. إلى ذلك الحين أستودعكم الله وفي أمان الله.